لكل الإخوة والأخوات، عيد مبارك للأمهات والأخوات اللي راهم موجود معنا واللي هما نزيلات هذا المركز. بالمناسبة أوجه شكري أولا إلى جمعية فرصة الخير على رأسها الأستاذ عبد المجيد دوامح وكافة الأعضاء من الشباب والشابات اللي كلهم حماس فياض وإرادة قوية، وانا يعني ألمس لهم كثير من الخير. كما نلجا أن نوجه الشكر إلى المسؤولين والعمال لهذا المركز الصاهرين على راحة هؤلاء النزلاء في هذا المعهد في هذا المركز. أنا سعيد جدا أولا بالدعوة التي وجهها لي الأستاذ عبد المجيد الدواضح رئيس الجمعية التي هي ذات طابع خيري تهدف إلى مساعدة وإلى التعبير عن مساندتها وتضامنها وتآزرها ومواساتها لهذه الفئة من المجتمع، الفئة التي تحتاج إلى الكثير من الرعاية والعناية. كما أن هذه الفرصة عن اللقاء كان فرصة باش نلاقيك مع بعض الأصدقاء والصديقات اللي ما شفتهمش هذه مدة، وكذلك مرة أخرى عيد مبارك لكل أبنائي وبناتي، لكل الأمهات والأخوات الموجودين معنا والإخوة الموجودين معنا في هذا المركز. تحية أخرى للأستاذ عبد المجيد الدواضح وكل الأعضاء والعضوات الفتيات الطيبات الخالقات الموجودين معنا في التشكيلة، وكذلك للأستاذة فاطمة بغول والأستاذة بن قاسم ولكافة الأصدقاء الموجودين معنا. شكرا.